أهلا بكم مشاهدينا. توقع البنك الدولي في أحدث تقرير يصدره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.5% هذا العام، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016، وأن يعقبه انخفاض في النمو في عام 2023 سيصل إلى 5.3%. حول أحدث التوقعات نحاور ضيفنا من واشنطن الدكتور نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات في البنك الدولي. دكتور نادر، أهلا بك معنا وشكرا على وجودك. مع هذه التوقعات التي قدمت لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المعدل سينمو للنمو لأسرع وتيرة في 2016، لكن لاحظنا توقعاتكم بتراجع في 2023. هل ترى بأن دول المنطقة مع معدلات النمو الآن هي مستثناة من يعني ربما من مستويات الركود القادمة للاقتصادات العالمية؟ أولا، هذه أخبار جيدة أن النمو هذا العام عند 5.5%، وأعتقد أن هذا مدفوع بارتفاع أسعار النفط وهو أسرع وتيرة نمو منذ عام 2016. نحن نتوقع أن يتباطأ قليلا بسبب التوقعات الخاصة بالتباطؤ في الصين وأوروبا وفي الولايات المتحدة. بالطبع لا توجد أي دولة مستثناة عن الاقتصاد العالمي عندما يكون هناك توقعات ركودية على مستوى العالم. إن منطقتنا مرتبطة بالمناطق الأخرى، ولكننا لا نزال نتوقع نموا إيجابيا خلال عام 2023، ولكن هو أقل قليلا مما كانت المنطقة تحققه خلال عام 2022. نعم، التوقعات تشير إلى أن دول منطقة الخليج ستنمو بأكثر من 9.6% في 2022. أسعار النفط يبدو بأنها هي الأساس في هذا التوقع دكتور نادر، لكن برأيك هل هي قادرة اليوم على يعني التوازن فيما يخص معدلات النمو ومعدلات التضخم التي بدأت بالارتفاع، وهل الفوائد المرتقب أن تتحقق يمكن توظيفها بالشكل الصحيح؟ نعم، أعتقد أولا نتوقع أن الدول سوف ترتفع ب 6.9% خلال عام 2022، وهذا هذه النسبة قد تصل إلى 3.7% العام القادم. أنت على حق، لقد قلت أن التضخم يرتفع على المستوى العالمي، وبالطبع معظم التضخم مستورد إلى بلداننا. أنا أتوقع أن البلدان سيكون أدائها أفضل خلال العام القادم، وذلك بسبب أنها تقوم بالسياسة النقدية الصحيحة وتتبع أيضا أو أن العملات الخليجية مرتبطة بالدولار الأمريكي، إذا أنها تتبع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ولكن بالإضافة إلى السياسة النقدية والتجديد في السياسة النقدية لاحتواء التضخم، هذه الدول لديها موارد كافية لضمان أنها ستحمي الفقراء والضعفاء من ارتفاع الأسعار، وأيضا تحسين النواحي الاجتماعية في بعض البلدان، كما أنها قادرة على التوفير والقيام بالتغييرات فيما يتعلق بتخفيض الضرائب. والعديد من الدول أيضا تضع بعض السيطرة على الأسعار. أعتقد أنه مع كل هذه الإجراءات نتوقع أن هذا سوف يخفف من الضغوط التضخمية. علينا نأخذ في الاعتبار أن كل المنطقة لديها معدلات تضخمية أقل من المستوى العالمي، لأن معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أيضا لم تمرر ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، والبلدان المختلفة قامت بإجراء تدابير مختلفة وذلك لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار التضخمية. بالطبع الدول الثرية والتي تصدر النفط يمكنها أن تقوم بذلك، والدول المصدرة الأخرى ستكون أكثر حذرا فيما يتعلق بالإعانات التي لا يمكن أن توفرها بسبب العجز المالي المرتفع ومستويات الدين المرتفع. إذا من المهم أن نضمن أن الإجراءات المتخذة متناسبة مع الديون ومع النواحي المالية، والتي يمكن أن تحمي بشكل أفضل الفقراء، وألا يكون هناك إعانات عالمية يمكن أن تتوجه إلى الأثرياء فقط. نعم، نحن نتحدث عن قوة دولار قوية الآن، هي تؤثر بشكل قوي على العملات بشكل عام. دكتور نادر، كيف يبدو تأثير قوة الدولار اليوم على مستوى الصادرات والواردات للمنطقة؟ هل يمكن أن يكون هذا التأثير متباين حسب حجم صادرات كل دولة؟ نعم بالطبع، هذا الأمر يختلف من دولة لأخرى. معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي، إذن تأثير قوة الدولار الأمريكي تؤثر بشكل كبير على معظم الدول التي لديها العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي. هناك بعض الاستثناء، والكويت مثال على الدول التي ربطت عملتها بسلة من العملات. فيما يتعلق ببقية العملات، فإن هذا سيؤثر، أو قوة الدولار ستؤثر على تنافسية بعض الدول، لا سيما التي لديها صادرات عالية تنافسية. وهناك قطاعات أخرى قد تتأثر بارتفاع العملات مثل قطاع السياحة. بالطبع على المدى المتوسط والبعيد، الدول عليها أن تتبنى معدلات صرف متناسبة مع الاحتياجات طويلة المدى، وأعتقد أنه علينا أن نضمن أن هناك معدلات صرف أكثر مرونة لتخدم الدول بشكل أفضل. إذا كان هناك معدلات صرف ثابتة، والعديد من الدول قامت أيضا بضمان أن معدلات الصرف تعكس الشركاء التجاريين، ونشهد زيادة في حصة التجارة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتوجه إلى أوروبا أو الصين أو اليابان، وأن يكون معدلات صرف تعكس الشركاء التجاريين، وذلك لخدمة أفضل على المدى الطويل. نعم، عديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط دكتور نادر الآن تعاني من تكلفة الديون مع توجه العديد من البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة، الأكبر منها يتجه لعملية الاستدانة من المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي. هل برأيك ما ستحصل عليه هذه الدول ستكون من المؤسسات الدولية قادرة على وضعها من جديد على مسار الإصلاح الاقتصادي؟ الدول عليها أن تمول استثماراتها، وأعتقد أننا قلقون فيما يتعلق باستدانة الدين، وكل الدول عليها أن تضمن أنها تستثمر حقا في المشروعات طويلة المدى، وذلك من خلال الإجراءات الحذرة والاستثمارات الحذرة. وبالطبع ينبغي أن يكون هناك سعي دائم نحو شروط أفضل للقروض الخارجية. معظم المؤسسات التنموية مثل البنك الدولي تقدم للبلدان بعض المبالغ المحدودة حسب الاستثمارات المطلوبة، وفي معظم الأحيان هناك الكثير من التنازلات فيما يتعلق بما يرغبون في تحقيقه إذا ما قاموا بالاقتراض من السوق العالمية. ولكن هذا لا يعني أن الدول
يمكنها أن تتجاهل استدامة الدين، ولكن عليها أن تضع أولويات فيما يتعلق باقتراضها والاستثمار على المدى الطويل في النمو، كما أن الدول يمكنها أن تقوم بشكل أبيض فيما يتعلق بالإنفاق العام. لا ينبغي وأن تقترض المزيد من الموارد، ولأن هذا سوف يزيد من أعبائها. وينبغي وأن يكون هناك مراجعة للإنفاق العام والكفاءة، وهذا أمر أكثر إفادة. وهناك قضية مهمة أخرى، وهي أن الدول ينبغي وأن تخلق مزيدا من الأموال أكثر مما لديها. وفيما يتعلق بهذا الخصوص، إصلاح المؤسسات الحكومية كانت تعتبر عبئا على الميزانية، وهذا أمر ينبغي وأن يقوم بالإفاء به. ومرة أخرى، نحن نرغب في أن نتشارك مع معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن نشارك في الإصلاحات المفيدة والتي ستخلق مزيدا من الأموال في المستقبل. الدول إذا ما قامت بإصلاح هذه المشروعات بنجاح وقامت، سوف تقترض بشكل أكبر في المستقبل. نشكرك دكتور نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات في البنك الدولي، كنت معنا من واشنطن. شكرا لك. نأتي لنهاية المقابلة الخاصة خصصناها لآخر التقارير التي يصدرها البنك الدولي حول توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومعدلات النمو المرتقبة. أشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.